عليكم مشاهدينا الكرام، لسنا في تفاصيل الجولة الثانية من مقابلة اليوم بين فريق شباب أطلس السخني فرا وفريق الجيش الملكي. كما يعلم الجميع فالجولة الأولى انتهت بجوج ديال الأهداف مقابل لا شيء. الجولة الثانية غادي تنطلق بعد لحظات وغادي نتابعوا هذه الصور، صور البداية ديال الجولة الثانية. إذن أعلنت الحكمة إنصاف حركوية على انطلاقة الجولة الثانية من هذه المقابلة. كيف كيعرف الجميع فهذه مقابلة يعني نهائية لعنصر السيدات، تسبق المقابلة النهائية اليوم غد، يعني اللي غادي يكون باحتفالية بندية وإثارة أكيد أنها ليست بالسهلة، وإنما غادي تكون مقابلة يعني من المقابلات الجيدة والرائعة ل المنتخبين او الفريقين معا. طبعا كنتابعوا هنا هذه المحاوله عن ضربه مرمى لصالح عناصر ديال فريق الجيش الملكي. تابعوا هنا المحاوله، طبعا بعد ذلك غتمشي الكره لصالح عناصر ديال فريق شباب أطلس خنيفرة. وعن مشات مباشرة للتماس. كرة مشات من جديد لعناصر ديال فريق الجيش الملكي. هذه محاولة مشات من الجهة اليسرى، سهام كتحاول تمرر في اتجاه غزلان الشباك. فرصة ممتازة الآن العناصر ديال فريق الجيش الملكي، إمكانية الاستفادة من هذه الكرة في أي لحظة خاصة من الجهة اليمنى. وكنتابعونا الفرصة ديال التصويب المباشر بهالطريقة هذه وبهذا الأسلوب في آخر المطاف. كتمشي الكرة للعناصر ديال فريق شباب أطلس خنيفرة اللي كيحاولوا أو يحاولنا تقديم مقابلة جيدة والعودة في النتيجة. هذا هو الأهم. نتابعونا طرقان كتدخل داخل منطقة العملية، إمكانية المرارة والتصويب، ماذا تختار؟ المراوغة، كان صعيب القيام بالمراوغة في هذا الوقت بالذات، وبالتالي حتى عدم المساندة نوعا ما صعب من المأمورية. فكما قلت شباب أطلس خنيفرة من الفرق المهمة جدا على مستوى البطولة النسوية المغربية، وأيضا حضور مميز على مستوى أيضا النهائي لا ديال البطولة الوطنية ولا حتى على مستوى الكأس اللي هي الكأس الخاصة بكأس العرش. طبعا كرة الآن من الجهة اليسرى، تابعونا هذه المحاولة. فرصة العناصر فريق الجيش الملكي، إمكانية التصويب المباشر أي لحظة. تابعونا إمكانية والاستثمار ديال الكرة، محاولة داخل منطقة العمليات، صعيب جدا طبعا بهذه الطريقة هذه. يعني يمكن نقول بانه فعلا اداء مستمر. تابع هذه الكرة من الجهة اليمنى، تابعوا هذه المحاولة. فرصة داخل منطقة العمليات،
اخر مطاف كضيع. محاولة من جديد عناصر ديال فريق الجيش الملكي، اختيار الجهة الأمامية أو الجهة اليسرى بشكل كبير. على بداية الجولة الثانية نتابعوا هذه المحاولة، فرصة داخل منطقة العملية، ترجعت من جديد العناصر ديال فريق الجيش الملكي في الخط الأمامي. انتظار المحاولات ديال فريق شباب الأطلس النيفران اللي ممكن أنها تكون حاضرة بقوة، وبالتالي يمكن نقول بأنه من خلال التباري بين الطرفين معا فيرتقى بأنه تكون ندية أكثر. هذه محاولة في الخط الأمامي، فرصة فرصة لعناصر الجيش الملكي ولكن كتضيع اخر المطاف، كترجع في اخر المطاف العناصر ديال فريق شباب اطلس خنيفرة. هنا محاولة الاعتماد على الانطلاقات الهجومية وايضا المحاولات اللي ممكن تعطي الاكل ديالها الخط الامامي. 7 دقائق تقريبا على انطلاقة هذه المواجهة. المتوج في هذه المقابلة أكيد أنه سيرفع الكأس غالية وعالية غدا إن شاء الله في النهائي المرتقب بين فريق النهضة البركانية وفريق الفتح الرياضي الرباطي. مقابلة من المقرر أنها تكون على الساعة 4 بعد الزوال، بالتالي ندية كبيرة ستكون هناك بمدينة أو هنا بمدينة الرباط بالمركب الرياضي الامير مولاي عبد الله الذي اعيدت هيكلته وايضا ترميم ارضيته وايضا حتى على مستوى المدرجات، وبالتالي حله جديده غادي يكتشفها الجمهور الكريم يوم غد ان شاء الله على القناه الرياضيه. يعني المقابله غتكون في الساعه 4 ولكن اكيد انه غادي يكون السلو التحليلي قبل المواجهه. تغطيه استثنائيه للحدث اللي اعطاوا قيمته وبالتالي فتجندت القناه الرياضيه لتامين النقل التلفزي وايضا السلوك التحليلي مع ردود افعال داخل الملعب للمواجهه، يعني صبغه خاصه وكيف كنعرفوا فمقابله اكيد انها مهمه ومثيره. غدا ان شاء الله قبل الساعه 4 يعني المواكبه غادي تنطلق للمنافسه اكيد رفقه كل الزملاء. تابعونا هذه المحاولة، فرصة أمامية دزنا الشباك، محاولة التمرير المحاولة على الخط الأمامي. رجعت الكرة لعناصر فريق الجيش الملكي بهدوء. نقول بانه هنيئا فريق الجيش الملكي. لماذا؟ لان فريق شباب اطلس خنيفرة وجد صعوبات تكتيكيه واضحه في استثمار الكرات وحتى على مستوى البناء العمليات الهجوميه. تبعوا هذه المحاوله، هنا فرصه 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 في خط الامامي داخل منطقه العمليات لعناصر فريق الجيش الملكي. نجات بدري تضيع الكره، محاوله من جديد هذه المره فاطم الزهراء دحموس داموس تمريرة الجهة اليمنى من جديد فرصة تمرير جانبي داخل منطقة العمليات. كاينة تغطية آخر مطاف صوب تماس
المقابلة النهائية عقبات كانت قبلها مقابلة نصف نهائية أجريت بملعب الحارتي بمدينة مراكش. شباب أطلس خنيفرة لا بأس أنني نذكر أنه واجه أطلس 7-5 للقيب بن صالح. يعني مقابلة انتهت بالتعادل هدف داخل كل مرمى، وبالتالي كان لابد من الاحتكام ضربة ترجيحية اللي أعطت الامتياز شباب أطلس خنيفرة. لكن تبعوا هذه المحاولة، فرصة 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 داخل منطقة العمليات، حارسة قبلي الجيش الملكي بدوره في الدور النصف النهائي، فأمن العبور للمقابلة النهائية بانتصار قوي وصحيح على حساب الوداد الرياضي بستة أهداف مقابل هدف واحد. مقابلة مهمة جدا على مستوى النصف النهائي، بالتالي أمنت المرور للمقابلة النهائية اللي كنتابعوا من خلال أطوار هذه المنافسة. أكيد معطيات موثوقة ومؤمنة من الزميل جفال الذي يمدنا بالمعطيات الخاصة بالمنافسات خاصة على مستوى العنصر السيدات. نتابعوا هذه المحاولة، فرصة فرصة داخل منطقة العمليات، إمكانية للتصويب ولكن كتضيع، لأن الطريقة دي كانت من خلال اللعبة أمام الحارسة الزار قبلية، فكانت وجه لوجه كان بالإمكان تصويب رجل يسرى بشكل مناسب على إن ضاعت العملية الماضية. رجعت المحاولة الهجومية من جديد لعناصر فريق الجيش الملكي من خلال بدران أو بدري، نجات تصويبة أمامية ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. كاينة محاولات غزلان شباك، أكيد أنها عنصر مضيء في الخط الأمامي للفريق فريق الجيش الملكي. تابعوا هذه المحاولة، رجعت من جديد للجهة اليسرى، إذا هنا تغيير 57 دقيقة. تابعونا محاولة من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، هنا فرصة فرصة لعناصر فريق الجيش الملكي، يمكن يتمرر في أي لحظة تمريرة ولكن هنالك الحارس الحارسة طبعا عزيزة القبلي اللي كتمكن من التدخل والقيام التغطية بشكل مناسب. دكة احتياط فريق الجيش الملكي. عناصر فريق الجيش الملكي، منافسة أكيد أنها تمر تحت أنظار مجموعة من الفعاليات الرياضية مهمة، بينها طبعا مولود الجاف اللي هو عضو المكتب المدير للجامعة ورئيس اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية، حضر هنا لمتابعة أطوار هذه المنافسة. حضور أيضا عبد الملك أبرون اللي حاضر هو الآخر لمتابعة أطوار هذه المنافسة. حنا كنتابعوا هذه الكرة، فرصة فرصة في خطأ الأمامي، استثمار الكرة ضاع في اللقطة الماضية. طبعا حضور طبعا مجموعة من الفعاليات، أيضا كاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فممكن نقول بأنه طبعا فعاليات حاضرة، حتى التنظيم محكم هنا بالملعب احمد الشهود طبعا اللي كيعرف اطوار هذه المنافسه. فهنا الاحتفال يعني مقابله نهائيه احتفاليه، المقابله اللي فيها كل العوامل ديال النجاح، وبالتالي يمكن نقول بانه هذا هو الاهم، وهذه هي الخلاصه اللي يمكن نخرجوا بها في مثل هذه المباريات. يعني ملي كتكون الامور بهذه الطريقه فالاكيد ان الفرجه كتكون مضمونه. جوج ديال الاهداف مقابل شيء مشاهدي الكرام، حنا كنتابعوا اطوار هذه المقابله دائما الميديا اكيد انها غتكون على مستوى رقعه الملعب، حنا كنحاول ما كنطول المعطيات اكثر لانه ملي كتكون مقابله دخلت واحد الايقاع اللي هو ايقاع مغاير للايقاع التنافسي الحركي اللي كيكون سريع ونشيط، فالاكيد انه كنحاولوا
ما امكن اننا نقدموا بعض المعطيات للجمهور الكبير. على اي الجمهور عنده الكلمه وعنده العلامه الكامله ايضا على مستوى المدرجات، لانه يبدع من خلال هذه الصور. مشكور الزميل المخرج الوعد طبعا ياسين لوزا، كنتمنى له التوفيق ايضا الذي يخرج هذه المقابله رفقه او بمعيه الزملاء اللي كانوا النقل التلفزي. وحدث الزميل مبارك الوادي، كره الان ملعوبه على مستوى خط الدفاع. شاهدوا المحاولات المستمره من جانب عناصر فريق شباب اطلس خنيفره. نيديه مستمره، تحضير. كاين خطا بالفعل، كاين خطا. فربع ساعه من اللعب مشاهدينا الكرام على بدايه الجوله الثانيه، والمنافسه مستمره في انتظار ان تتضح المعالم بشكل اكبر من سيتمكن من الظفر بهذه الكاس، لان كل الاحتمالات اكيد انها ممكنه، ولكن الجيش الملكي اسلوب لعب يعني كتخلينا نهضروا على هيكله، نهضروا على اكيد على هناك انسجام، هناك قاعده، هناك ايضا عمل مبني خلف هذا الفريق. نتابعوا هذه الكره، فرصه. او لا لا، هذه كره ما دخلتش للمرمى، ارتطمت بالعارضه الافقيه، نزلت ارضيه الملعب في الوقت اللي اعتقدت انه هدف ثالث في هذه المواجهه. ولكن اكيد ان الاعاده اكيد زميل لوزا في الوقت المناسب اذا كان ممكن. نشاهدوا ما ان كان هذا الكره هذه دخلت المرمى ام لا. مشكورين كل الزملاء تابعونا. التمريره كانت جيده ورائعه نرسيه، ارتطام الكره في ارضيه الملعب، واش كان داخل الخط ام خارج الخط؟ اعتقد انه في الصوره هذه ما كانش هدف، وبالتالي قرار حكيم الحكمه انصاف. نتابعوا هذه الكره، فرصه تمريره، استثمار امكانيه تصويب في لحظه للعناصر الجيش الملكي، ولكن كتضيع استثمار ما كانش جيد الكره. تابعونا من زاويه اخرى، من زاويه اخرى لقطع الشك باليقين. تابعونا الرقصيه كترتطم العارضه هنا كتنزل. لا اعتقد ولو انه كان بالعرض البطيء يكون احسن، يعني لا اعتقد ان الكره تجاوزت الخط، وبالتالي قرار جيد للحكمه اللي خلات اللعب حتى اللاعبات ديال الجيش الملكي هنا الاحترافيه. ما كانش احتجاج، كيمشيو مع القرار ديال الحكمة بالشكل العادي الجيد. تابعوا هذه المحاولة، اعتقد الا كنا كنشاهدوا مقابلة بجوج الاهداف مقابل شيء على عنصر نسوي بهذه الطريقة هذه، فممكن نقول بانه حان الاوان اننا نشاهدوا بطولة نسوية يعني اكثر قوة. واكيد انه غادي تكون فرجة للجمهور الكريم اللي كيتابع طوار المنافسات، ان التباري غادي يكون كبير بين مجموعه من الانديه الوطنيه، وبالتالي ممكن نقول الا شاهدنا بطوله نسويه ترقى للمستوى الذي يعني نشاهده في القسم الوطني الاول والثاني، فاكيد انه غادي يكونوا وصلنا للاهم. تابعونا الاعاده، وهنا كنتابعوا العرض البطيء. ما كاينش هدف، اذا قرار سليم. هنا بالضبط، يعني ما دخلتش على الخط وخارج الخط، يعني ما دخلتش الكره. وبالتالي مشكورين الزملاء على القاعده، لانه فعلا كانت مهمه والدور ديالها مهم باش اننا نعرفوا واش كان هناك هدف ام لا. وبالتالي واضحه الصوره. كره من جديد، عناصر ديال فريق الجيش الملكي من الجهه اليمنى. حنا كنتابعونا التماس ينفذ، كره ملعوبه في خط الوسط. تغيير كتمشي الكرة الآن من جانب عناصر فريق الجيش الملكي. آخر مطاف إنزال والبحث عن التمرير. شادو ساقطة على أرضية الملعب، هند عمريش ربما بالالتحام. لاعب السهام تدوية معلوم. شلون
هند عمريش هنا فقط الطريقه ديال اعاده الكره وما كانتش بشكل جيد وبالتالي يعني تصابت في الخطأ الماضيه جوج ديال الاهداف مقابل شيء. مادام ان المقابله متوقفه اكيد انه لو امكن نعاودوا الاعاده ديال الاهداف اللي تسجلت في هذه المقابله لانه فعلا الجوله الاولى فممكن نقول بانه الاهداف ديال الجوله الاولى فقط يعني التفوق ديال فريق الجيش الملكي حتى الان وخلات ان المقابله يعني تمشي بالركب ديال الهدفين مقابل كل شيء. الهدف الاول ديال سميره كوشرادي والهدف الثاني ديال اللاعبه اللي غزال الشباك اللي تمكنت من وضع الكره في الشباك وبالتالي كان هدف من نقطه الجزاء. تحكيم ممكن نقول بانه جيد لانصاف الحركاوي الحكمة الدولية التي تقود أطوار هذه المقابلة وبالتالي حتى على مستوى التحكيم العنصر الرسمي حاضر وهذا يحسب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. طبعا دائما مصبرين معكم مشاهدينا الكرام بجوج ديال الأهداف مقابل شيء. طبعا نيديا دائما موجودة وننتظر ونترقب معرفة كيف ستكون النتيجة النهائية. الهدف الآن هو النتيجة النهائية. صحيح ان الجيش الملكي بسط السيطره ديالو لكن ممكن نقول بانه الجوله الثانيه كاين مقاومه وكيلحظوا ايضا من جانب اللاعبين ديال الفريق شباب اساس كافرا تابعوا هذه المحاوله فرصه 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 هادرات كتشيل الزاويه الزاويه للجيش الملكي. الان بدات اللاعبين ديال الفريق الجيش الملكي ترفع الايقاع ديال المقابله تابعوا هنا غزال الشباك محاوله تمريره ولكن من جديد كترجع للجيش الملكي اختيار الزاويه اليمنى التركيز ايضا على التمرير الجانبي ما كانش بشكل المناسب على اعتبار ان التصويبه الماضيه من رقيه نزوزي ما مشاش بصوره جيده. رجعت هجمه مرتده مضاده الان هجمه مرتده مضاده تمريره ممتازه جدا للجهه اليمنى محاوله البناء ومحاوله ضربه جزاء ضربة جزاء لعناصر فريق شباب أطلس خنيفرة ونتابعوا المحاولة الماضية لأن التدخل كان من طرف اللاعبة هي سهام تلوين ضربة جزاء في هذا الوقت هذا بالذات أعتقد أنها ستغير من اللحظات الأخيرة من عمر هذه المقابلة نتابعوا هنا اللحظة ديال الإمساك الكرة أو إنزال الكرة والدخول داخل منطقة العملية هنا الدخول هنا التدخل أعتقد أنه قرار سليم للحكمة بالتالي نتابعوا ضربة الجزاء حاولت الضغط على المنفذة ديال ضربة الجزاء من طرف بعض الجماهير اللي خلف الشباك مباشرة ولكن ضربة جزاء واستثمار هذه الكرة سيعيد المقابلة لميديتها دنيا طرقة إذن وقت لتلوين عند بطاقة صفراء حكم تدخل بالفعل إذن دنيا طرقة تسجل هدف أول لصالح شباب أطلس خنيفرة دنيا طرقان تعيد الامور او تدلل الفريق. طبعا شاهدوا الطريقه شديده اللي تمكنت من وضع الكره في الشباك وبالتالي تحيي امال فريق شباب اطلس خنيفرة صح التعبير مقابله يعني يمكن نقول بانها مثيره بين الطرفين. كرة من جديد لصالح عناصر فريق الجيش الملكي هنا الانطلاقة من خط الوسط محاولة من جانب عناصر فريق شباب أطلس خنيفرة مهارات فردية محترمة بل وجيدة للاعبة ديال شباب أطلس خنيفرة رجاء بن شقرون لان قامت بمراوغات جيده ونجت بدري كتحصل على البطاقه اللي هي البطاقه الصفراء.
اعتقد ان المقابله يعني وخاصه بعد تسجيل الهدف اللي هو الهدف ديال تدليل الفريق من طرف اللاعبين ديال شباب اطلس خنيفره لدنيا طرقان، شاهدوا المراوغه وفنيه واسلوب اللاعب ممتازه جدا ممتازه جدا صراحه اللاعبه دنيا طرقان، يعني اول لاعبه اللي شاهدنا منذ لحظات فيا رجاء بنشكرون. فقلت الهدف هي المقابله من جديد، وخلى اللاعبات ديال فريق شباب اطلس خنيفره يلعبوا بامل لتسجيل هدف تعادل. حنا غنتابعوا هنا فرصه محاوله اتمنى ما تكونش اصابه مؤثره. تابعونا اللقطة تدخل مع المحاولة و جوج ديال اللاعبات سقطات على فرقة الملعب. تقريبا قل من 19 دقيقة على نهاية الوقت القانوني للجولة الثانية في حالة انتهاء هذه المقابلة بالتعادل، وهذا احتمال، فسنعرج مباشرة للضربات الترجيحية لترجيح كفة فريق على حساب الآخر. جوج ديال اللاعبات ساقطات على أرضية الملعب، نتمنوا ما تكونش إصابة مؤثرة. قبل مشات في جو عادي رياضي أخلاقي، فهذه لحظات كنقول بانها مهمه عن الجوله الثانيه. ملعوبة في الخط الأمامي، فرصة ولكن هنالك تدخل من جانب الحارسة مكان المناسب. صالح نصر فريق الجيش الملكي، فرصة لاستثمار الكرة الماضية. حاول الآن عناصر فريق الجيش الملكي كان يتصويب اختراق، حاول الآن من الجهة اليمنى تصويبة ولكن بعيدة. إذن زاوية لصالح عناصر فريق الجيش الملكي. الوقت يمضي سريعا، النتيجة المسجلة حتى الآن هي تخدم مصلحة فريق الجيش الملكي. إذن وصلنا لحظات حاسمة من عمر المقابلة مشاهدينا الكرام، و15 دقيقة فقط المتبقية على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة. 15 دقيقة كيف ستمر؟
اذا اللعبه اللي كانت مصابه غادي تدخل لرقعه الملعب. هنا الحديث على عزيز رباح في الوقت اللي اعتقد انه مازال اصابه مؤثره على هند عمريش. طبعا تغيير الان صوب فريق شباب اطلس خنيفره، مغادره اللاعبه هند عمريش، هذا ما هو واضح. دخول اعتقد لعبه فاطنه بن دافي، بالفعل بن دافي فاطنه هي اللي دخلت لرقعه الملعب. كره في تبس، محاولة استثمار الكرة يجب ان يكون جيدا في الخطوط الامامية، غير ذلك فالمقابلة ستبقى ملعوبة بهذه الطريقة. كرة امامية، تحضير أمامية من جديد لصالح عناصر فريق الجيش الملكي. نجاة بدران عند الشباك، غزلان غزلان مرور، ولكن الحكمة كتدخل كتقول مخالفة. كان بالإمكان تخلي امتياز، ولكن رجعت عطات الخطأ لغزلان الشباك، مكان ديال الخطأ. لطيفة الزرهون تستعد لتنفيذ هذه المخالفة، هي مخالفة قريبة جدا من منطقة العمليات. إذن تنفذ هذه الكرة، فرصة ولكن تكتل دفاعي واضح. محاولة من جديد صفحات اللاعبة ديال فريق شباب أطلس خنيفرة، هجمة مرتدة مضادة. كرة ملعوبة الآن في الخط الأمامي، تحضير الآن من الجهة اليسرى. أعتقد أنه كانت هنالك إصابة للاعبة ديال فريق شباب أطلس خنيفرة. طبعا اللاعبة اللي رشيدة الهاشمي، شادو شادو بعد الكرة، ولكن استيطان عفوي مع اللاعبة أرقية مزوزي. رصد لكل صغيرة وكبيرة في هذه المقابلة، وإنصاف مزوزي تتابع عن كتب تفاصيل هذه المواجهة بندية وبإثارة في انتظار نهاية هذه المقابلة. متبقي على الوقت القانوني 10 دقائق فقط على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة.
كرة لصالح راس الفرق الجيش الملكي. التحضير الآن لصالح فريق الجيش الملكي. مشات الكرة من الجهة اليسرى. الكرة رجعت مباشرة للحارسة المرتاحة تماما خديجة رميشي. كاين الهدف اللي جا من محطة الجزاء، غير ذلك فممكن نقول بأنه عادي جدا. على العموم رجعت الكرة من جديد للاعيبة ديال فريق شباب أتلتيك خنيفرة. وصارعنا الوقت والدقائق المتبقية للحفاظ على الأمال المتبقية قصد التباري بشكل أكبر على لقب كأس العرش 2013-2014. تابعوا هذه المحاولة. إذن تغيير في صفوف فريق عناصر فريق الجيش الملكي، يتم إقحام اللاعبة نوريمان عدي. نوريمان عدي ستدخل بالفعل، دخلت لرقعة الملعب مكان سهام التلوين. إذن هذا هو التغيير، فتلويني سهام تغادر رقعة الملعب ونوريمان عدي تدخل لهذه المواجهه لارضيه الملعب. كره اماميه محاوله، وهنالك تصدي من جانب حارسه المرمى. الحارسه المرتاحه تماما كما قلت، فيبدو ان الفريقان معا شقا لنفسهما طريقا والمقابله النصف النهائي. صحيح ان ربما شباب أتلتيك خنيفرة عمل ايجاد ايضا، لانه خاض مقابله بضربات ترجيح تاهل امام شباب أتلس 05 الفقيه بن صالح، في حين عناصر فريق الجيش الملكي فانتصرنا على حساب الوداد الرياضي، ولو ان الحصه عاليه بعض الشيء 6-1، ولكن هذه يعني كره القدم النسويه. فطبعا هذه المنافسات النصف النهائية، وهكذا جرت المنافسات النصف النهائية. هذه محاولة من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، تمريرة من الجهة اليمنى، البحث عن تطير الكرة بشكل مناسب. فرصة فرصة فرصة، مجموعة من اللاعبات، آخر مطاف كرة إلى خارج رقعة الملعب. ماذا تقول الحكمة حركاوي؟ أعتقد أنها ضربة مرمى بالفعل، ضربة مرمى. كرة أمامية رأسية، إغلاق كل المنافذ من جانب عناصر فريق الجيش الملكي، هذا ما واضح في هذه المقابلة الآن. تابعوا هذه المحاولة، فرصة تمرير ممتاز ممتاز، دخول داخل منطقة العملية، تصويبة العارضة العارضة تقول لا، في محاولة من المحاولات السانحة للتسجيل عن طريق اللاعبة المتميزة لطيفة زرهون، راوغت العديدين، والعارضة الأفقية لطيفة زرهون رقم 17 كان بالإمكان أن تسجل هدفا آخر في هذه المواجهة. تابعونا
يبقى كذا غيتفيد. هدفين مقابل هدف واحد. إذن سنتابع الوقت الآن كنقول أنه متوقف وحنا كنعيش آخر أربع دقائق على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة. كنقول بأنه أربع دقائق مع الوقت البدل ضائع في غالب الأحيان نمشيو لخمسة دقائق كوقت وقت بدل ضائع باعتبار انه كانت هناك بعض التوقفات في الجوله الثانيه بشكل واضح. دوكا تحتيات فريق شباب اطلس خنيفرة. انتظرنا فارق الصبر تسجيل هدف التعادل. هدف التعادل سيعكر نوعا ما صفو فريق الجيش الملكي في هذه المقابله، ولكن لاعبات الجيش لاعبات حتى الان يظهرنا ماذا انضباطينا في هذه المنافسة. نتابع هذه الكرة، محاولة للإبعاد، إمكانية تصويب، سويبور عارضة. أي 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 أي. اليوم القائم ناب عن الحارسة عزيزة قبلي بشكل واضح. الجيش الملكي يدر العديد من الفرص والتي قد تستغل ضده. هدف وحيد من جانب شباب أطلس خنيفرة يعيد المقابلة لنقطة الصفر والتحول حين نحو ضربات الترجيح. نتابع هذه العملية الهجومية المركزة من الجهة اليسرى، الانطلاقة من الجهة اليسرى عن طريق سهام التدلاوي المعلوم، بعد ذلك مباشرة إلى خارج رقعة الملعب لم تستثمر بشكل مناسب. نتابع الإعادة كيف أن الكرة مشت بهذه الطريقة والتصويبة القوية الممتازة التي ارتطمت بالقائم الايسر. نجاة بدري هي اللاعبة التي كان بالامكان ان تسجل هدف اخر في هذه المقابلة. نجاة بدري قبل نهاية الوقت القانوني تقريبا بدقيقتين. تابعوا هذه الكرة داخل منطقة العملية، فرصة تغطية من جانب الحارسة خارجة رميشي. رجعت كرة من جديد عناصر فريق شباب أطلس خنيفرة. ضغطات في هذه اللحظات، محاولة للتصويب، كرة أمامية صوب الحارسة مباشرة. خديجة رميشي تي تتمكن من كرتها بشكل سليم. إذن الوقت يمضي ويمضي سريعا على لاعبات شباب أطلس خنيفرة وثقيل كل الثقل على لاعبات فريق الجيش الملكي. لحظات يمكن اعتبروها تقريبا حاسمة من عمر هذه المواجهة. نلعب آخر دقيقة من الوقت القانوني لهذه الجولة الأولى. تابعوا كرة أمامية، رجعت محاولة هجومية الآن من جانب عناصر فريق شباب أطلس خنيفرة. الانطلاقة من الجهة اليسرى بشكل مميز، الاعتماد على عيشة باربو. عيشة باربو تحافظ على كرتها. آخر مطاف مشات لي التماس، ينفذ التماس
4 دقائق، إذا 4 دقائق كوقت بدل ضائع لمحاولة. محاولة بالراس الاستخلاص والبحث على الانطلاقة. كرة أمامية، محاولة من الخط الأمامي، آخر مطاف كاينة تغطية من جانب الدفاع، مشات من جديد لعناصر فريق ال معنا عناصر فريق شو أطلس خنيفرة، عليهم ضغط كبير الآن. شادو المحاولة، رجعت من جديد عناصر ديال فريق الجيش الملكي، تكتسي طابع الخطورة باعتبار أنها قريبة من منطقة العملية، إمكانية التصويب المباشر في آخر مطاف من خارج رقعة الملعب. دقائق وقت يمر، نيديا اخر لحظات تلعب بادق التفاصيل. تابعوا هذه المحاوله، فرصه داخل منطقه العمليات، امكانيه استثمار الكره الماضيه، غزلان شباك ضاعت من الكره. طبعا خطأ تقول الحكمة، انصاف حركوي. طبعا كيف كانت لاعبات من الجيش الملكي، لاعبات المصابات التي تتابع من مدرجات الطور هذه المقابلة. تابعوا مشاهدي الكرام دائما اللحظات الأخيرة من عمر هذه المقابلة، ولو أن هنالك إصابات وتوقفات في هذه المنافسة. شادو التدخل الأخير، يعني كان وقت ضائع في الوقت بدل ضائع. أعتقد أن الحكمة ربما غادي تضيف بعض الدقائق اللي هي المواجهة، يعني من المتوقع ربما في الدقيقة 96 أو 97 على أي منتبه. الإصابة ديال اللاعبة ديال فريق الجيش الملكي نقلت خارج رقعة الملعب لتلقي الإسعافات. تابعوا الكرة، في هذه اللحظات تعلن الحكمة إنصاف الحركاوي على نهاية المقابلة بالنتيجة المعروفة، هدفين مقابل هدف واحد، وانتصار فريق الجيش الملكي في المقابلة النهائية لكأس العرش. نتيجة تعطي قوة لعناصر فريق الجيش الملكي، اللي انتصرنا لواتي انتصرنا في هذه المقابلة النهائية
إذا يمكن نقول بأنه هانيئا لفريق الجيش الملكي بهذا الانتصار، هانيئا الفوز بكأس العرش لسنة 2013-2014 على مستوى العنصر النسوي، في الوقت اللي كان احتجاج من اللاعبين ديال فريق شباب أطلس خليفرة على الحكمات ديال هذه المقابلة، عدم إضافة الوقت الكافي، وبالتالي كيف كنتابعوا يعني فرحة مستحقة لعناصر فريق الجيش الملكي. يمكن نقول أيضا قدموا مقابلة كبيرة. مشاهدينا الكرام، ما بقى إلا أن نودعكم ونشكر كل زملاء التقنيين على تأمين النقل التلفزي لمقابلة اليوم. النتيجة معروفة 2-1، كنضرب لكم موعد إن شاء الله في قادم المواعيد. شكر أيضا موصول الزميل ياسين اللوزة مخرج هذه المواجهة، وأيضا خالد جديد. طبعا مشاهدينا الكرام، لا بأس أن نذكر أنه المواعيد غتجدد اليوم غد ومقابلة النهاية، ويمكن نقول بأنه غدا موعد جديد أكيد. شكرا على حسن المعاينة والمتابعة، إلى اللقاء. عند من خدال